هذا المشهد المألوف اقترن لسنوات بمدينة عدن، وهو يعيد نفسه اليوم ليؤكد تعافيها التدريجي من آثار حرب ضروس فرضتها عليها ميليشيات الحوثي وقوات صالح المعتدية. للبحري علاقته الأزلية بالعدنيين، علاقة ساغتها قرون من العشرة والمؤانسة، وكحال زواره عاش البحر أيام هجر واضطراب طيلة 4 أشهر متواصلة، وها هو اليوم يحتفي بهؤلاء من زواره من مختلف الأعمار. كما تشاهدون هذه الأسر الآن خرجت للترفيه عن أنفسهم بعد معاناة الحرب من قبل الحوثيين وميليشيات صالح. هنا الأسر الآن الكثير خرجت لتنفس في ساحل البريقاع. بالأمس كان بوابة منبسطة للغزاة الفرنج، واليوم يكفر عن ذنبه التاريخي مطببا جراح أهله الطرية وقد عمقتها جحافل البرابرة المعاصرين. أحب أن أشكر الملك سلمان على وقوفه معنا في هذه الحرب ضد الحوثي وعلي عبد الله صالح، والحمد لله اللي ربنا خلصنا احنا اياهم بدعم السعوديه والامارات ودول التحالف. يأبى سكان المدينه ان يخسروا مباراه الامل، فبإن غادرتهم جماعه الموت القادم من الشمال مدحوره مدمومه حتى عادوا لممارسه عادتهم المعهوده صناعه الفرح والأمل. اليوم أجينا البحر بعد ما خرجنا الحوثي وصالح وعفاش من داخل عدن، وأبنائنا إن شاء الله قادمين إلى صنعاء وتعز نحققهم الفوز عليهم إن شاء الله. ملوحة البحر وكما اعتقد سكان عدن منذ الأزل لا تشفي جراحهم الجسدية فحسب، بل المعنوية منها أيضا، وهو ما يفسر هذا التهافت على شواطئه من قبل هؤلاء ليغسلوا مآسي حرب فرضت عليهم بكل قسوتها وجبروتها دون ذنب منهم. تجد هذه المدينة دائما ما يعدل مزاجها ويحرض أهلها على الفرح. البحر الذي لطالما ارتبط بأهلها عبر الزمن يتدخل اليوم ليرمم جراح مصابها الأخير، وكأنه يقول للعالم أجمع أن عدن لا بد وأن تكون بخير. الإخبارية السعودية، صلاح بلغبر، عدن.